هاي الفصائل اللي هددت مكتبك واللي تهددك حاليا هي ضمن الحشد لو خارج الحشد؟ لا، هي اكو فصائل ضمن الحشد، يعني انا ما اخشى من شيء، انا احترم مهنتي القانونيه اولا، يعني وهاي الرساله هم لهم بانه ما اخشاهم لا اليوم لا ولا باكر. الثلاثه لا مثلا اب الويه اي ثلاثه ضمن الحشد، اي ثلاثه ضمن الحشد، نعم ضمن الحشد، اي ضمن الحشد. طيب أي. ثلاثه ضمن الحشد وانا مقدم بها بشكل رسمي ايضا، يعني هاي الفصائل مقدم بها بالاسم امام القضاء، امام يعني حاليا امام رئيس الوزراء، اكتب بها واقدم بها بشكل رسمي عن هذه التهديدات. هذا الان اللي الان مكتبك مغلق بالكوت، يعني مكتبك مغلق؟ لا لا، فتحته 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 فتحت مكتبك بعد ما كتبه مغلق مكتبي. بامر الحشد انت رجعت فتحته؟ اي فتحناه. والله عافية عليك بطل، يعني زين بس هذا مكتب لخدمة، هذا مكتب لخدمة الناس، ليش نسده؟ عافية عليك. بس سؤال، انت تم تهديدك ببيتك؟ يعني وصلت ان انه تم تهديد النائب سجاد سالم ما وصل هيك موضوع؟ شوف استاذ عدنان، يعني انا يمكن عندي وضع حاليا بانه وضع عضو مجلس نواب، مثلا عندي حمايه شخصيه معاي، عندي حصانه، صوتي عالي، ممكن اطلع يمك اتكلم ببرنامجك ببرنامج غيرك، عندي صوت بالاعلام، صوت بالمجتمع الدولي. وجدتني هاي التهديدات، نعم، ولكن افكر بغيري من الناس اللي ما يقدر يوصل حتى الي ويشوفني ويقابلني ويشرح معاناته. اتكلم عن حالات وعن واقع ملموس شبه يومي يتعرضوا له الناس في منطقتي على الأقل، وفي كل العراق أنا متأكد بأنه الناس تعرضت له بهذا الشكل وبهذه الحدة وربما أشد. قلت لك بأنه محاولة اغتيال فاشلة، ما حد يدري بها شلون، ولا أحد يعرف الفاعل والجاني وشنو غرضه، واكتشفناها بالصدفة أيضا بأنه لها هذا العمق السياسي ولها هذا العمق المرتبط بالفصائل المسلحة.